ما فيش مدير فني اكتر مدير فني حقق القاب افريقيه في التاريخ هو مين؟ طبعا معروف مانويل جوزيه، حقق 4 دوري ابطال و4 سوبر، 8 القاب. لا يوجد مدير فني، لان بمنتهى البساطه بعيد عن الاهلي 8 القاب دي ما وصلهاش اي حد الا الزمالك والنجم الساحلي. ما فيش حد وصل لهذا العدد من الالقاب وصل لها النادي الاهلي ال 19 لقب وراه على طول الزمالك 9 ألقاب ثم النجم الساحلي 8 ألقاب. معلش نعم كم لقب؟ 19 لقب في الاهلي اللي هم 8 دوري ابطال 4 كاس كؤوس و بشكل عام يعني او 6 سوبر وواحده كونفدراليه. اللي بعده مين؟ اللي بعده الزمالك 9 9 19 9 يعني 19 9 ده لسه بدري على 19 9.